عجبني المكان اللي انت جايبنا فيه ده. حضرتك ده النادي بتاع فخر اخويا. نادي؟ وفين فخر اخوك؟ مش عارف، ممكن تلاقيه واحد من الناس اللي واقفين دول. نعم يا اخويا، انت ما تعرفش اخوك شكله ايه؟ ما انا زي ما قلت لك بقالي فتره كبيره ما شفتوش. خلص. حاضر، نسال، مش مشكله نسال يعني. كابتن. نعم يا شبح. فين كابتن فخر الشحات؟ عنده ماتش باسكت بره ارضه. طب هو هيرجع امتى؟ زمانه جاي. ايوه يعني هو هيرجع امتى تحديدا؟ هو انا خلفته ونسيته. يلا امشي اتلقح قبل ما يجي. طيب خلاص يا كابتن. اتفضل يا شبح. ماشي. هنستنى كده كتير يا شبح. لا لما حضرتك، ما الطفل اللي سألناه بره قال لنا ان هو جاي على طول، يبقى اكيد جاي على طول لان الاطفال ما بتكذبش. العيال احباب الله. يلا السبيسز اللي ما بيننا نقفل. يلا يا بنات يلا، الزون ديفنس بتاعنا فين؟ لف حواليهم ديفنس، نقفل المنطقه. يلا ده اخوهم. يلا يلا يا بنات، نقفل 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 الزون. يلا يا بنات يلا. ها باصي 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 باصي، هوبا هوبا، اوعى هوبا. يلا 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 على الارض على الارض، في واحده بينكم خاينه، خلي بالك على الارض. وسع 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 يا بنت، حلقي على الكوره، هاتيها وراه. شوف اقفلوا، دفاع 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 ديفنس، اخديها. اقفلوا ملعبكم كويس، نفس نفس نفسنا زي ما اتعلمنا بالظبط، نطلع النفس بقى، مش مهم واحنا واقفين، مش محدش يكتم النفس. انت بتزي فيهم ولا ايه؟ انا مش فاهمي. ربنا يديك الصحة. بس بس يا بنت، انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ يا بنت انتوا هتستهبلوا، مش عايزة تبصيها. خلاص بقى، بصيها يا بنت. خلاص بنلعب بنلعب على بطولة. يلا مش عايزكم تمسكوا كورة، ما تمسكوش كورة بس اضربوه. ايوه امشي يلا، سيبوها سيبوها دي براحتها. شوتيها شوتيها بالرجل بالرجل، بتوشي بوش رجلك بوش رجلك. كاكوتش احنا 72 صفر، عايزين وقت نستطيع. استطيع هتعيش وتموت سواق توك توك. تعال اسرع. في يا بنات في ايه؟ انا الماتش بيروح مني، احنا لو خسرنا الماتش ده هنهبط. لا نهبط يا كوتش، احنا في الدرجه الرابعه الجايه حبس. انت ليه دايما بتواجهني بالحقيقه كده يا دودو؟ لا انا شامم ريحه حاجه شمال في الموضوع. بت يا روكا، انا مش قلت مفيش اوردرات ليله الماتش؟ ايه اللي نزلك امبارح شارع جامعه الدول؟ والله يا اخويا لو النادي بتاعنا يصرف لنا كل مستحقاتنا اول باول ما كنتش تعبت نفسي واتشحطت. حلو، والنادي بتاعك مش ممانع وبيقول لك انزلي، بس فين نسبة النادي يا حلوة؟ فتشني. لا مش فخر العرب اللي يتلوي دراعه يا حلوة، مش عشان انت نجمة الفريق هتقفي تردي عليا الكلمة بكلمتها واسكتلك. فكك من شغل حسام غالي ده. ها بت اطلعي بره، يلا يلا بره. انتك القرف هتنحسينا. وانت يا وفاء في ايه يا ماما؟ انت في الكام؟ في الستت يا كابتن. الستت يا ماما؟ يعني الحمل استقر؟ يعني هاني مون الحمل؟ شدي حيلك كده، ها ونفس وسرعه، مش بعيد البيبي ينزل البسه تيشرت وانزله يلعب معاكي. عينيا يا كابتن. يلا يا ماما. يا نعمه انت قاعده ليه؟ جرى يا كابتن، بس تريح شويه في حاجه. لا انا بطمن عليكي بس. بحسب جا وقتك يا حاجه سمر، انت عنصر الخبره اللي انا بعتمد عليه،
يلا يا بطل. يلا يلا يا حبيبتي بالراحة. يلا لا خلي الكانيولا عشان ممكن نحتاجها. اتفضلي يلا قومي سخني كده بالراحة عشان تقدري توصلي للملعب. يلا بالراحة يا حاجة سمورة يا قمر. برافو. دودو. ايوه يا كوتش. طلع البت نعمة ونزل البت سناء مكانها. لا سناء مش هينفع تنزل دلوقتي. مفيش حاجة اسمها مش هينفع. قلت سناء مكان نعمة يعني سناء مكان نعمة. حضرتك عايزها دلوقتي؟ أمال البطولة الجاية؟ سناء. ايوه يا كابتن. اجهزي. اه طب هاتيه 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 بالراحه بس وانت شايله. بس يا بوب بس يا بوب بس بس يا قلبي بيوجعني قوي. يلا يا دوق. يلا حجه. بقول لك ايه، امسك العرش بتاع الجاكيته والنبي. ايه ده وعمل بيبي؟ يبقى غير له بقى. اقفلوا 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 الباب. انا البت رقم 11 دي عايز اقتلها. خلص لك عليها كوتش. لا انت لسه خارج من السجن، اهدالي انت. انا هتصرف. ايه يا كابتن بقى الوقت اللي بيضيع ده هنعمل فيه ايه ان شاء الله؟ يا كوتش هو اللي كعملني. انت كدابه، اقسم بالله كلمه كمان واشتبك من الاتحاد. اقسم بالله انت المفروض تتشدد وتتضرب بالجزمه كمان. انا اتضرب بالجزمه؟ مش فاهمه يعني ايه اللي خلاك تجيبني وسط المجرمين دول؟ انت عايزاني اجي لوحدي؟ انت مجنونه؟ اخاف طبعا دول ممكن يقتلوني. فتجيب مراتك تتقتل معاك؟ انت مش مراتي؟ لازم تقفي جنبي. هو جواز ولا لعب عيال؟ جواز. بقول لك ايه؟ مع انك مش راجل انك تجيب مراتك في موقف زي ده، بس انا عاجبني الجو جدا. الجو ده عاجبك؟ اه جايين مع عصابه ممكن تقتلنا في اي وقت، ده غير ان المكان حره جدا وفي نفس الوقت كول. انت شفت الراجل اللي بره كان لابس فانيلا على البسين ده؟ طب كويس انك ركزت في الفانيلا وما ركزتيش كان لابس ايه من تحت؟ كان لابس ايه؟ ولا حاجه. خلص. هو انت اول مره تيجي المكان ده يا سيد؟ ما جيت مره بعد الزفت موضوع الفلوس دي. كنت بوصل فخر بالتاكسي. حلو. طب قال لك ايه، الفلوس معاك ولا صرفها؟ لا ما قاليش حاجه خالص، حاسبني وداخل النادي. حاسبك وداخل النادي؟ ما خدش باله مني. اه هو كده معاك التاكسي وما خدش باله مني. احلى حاجه فيك يا سيد كاريزمتك العاليه، عشان كده اخترتك. يلا يا اختي الدردح والدردح. اه انت دلعي قوي انت دلعي. يلا يا اختي لبس بلبسكم، شرب بشربكم، عيال بشطفها وبغير لها، اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه تاني يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اشيل الكره دي من وش. بس ان شاء الله ان شاء الله بامر الله هكسب بطوله شبرا الخيمه باذن الله يا رب باذن الله. يا كابتن فخر. يا سمع. في هناك جماعه بيسالوا عليك. جماعه؟ شكلهم ايه الجماعه دول؟ شكلهم شمال. حلو. طب هتطلع معايا الطلعه دي؟ من عنايا الاثنين، اشرب كوبايه الشاي واعمل فردتين بالتوك توك وارجع. حلو. بس لو سمعتني بصوت جوه تعال انقذني بسرعه. في ظهرك يا معلم. ماشي يا شقاوه. يلا. بقول لك ايه؟ هو اخوك ليه معلق صوره كرتونه على الحيطه؟ لا مش كرتونه ولا حاجه، دي صوره بجد. لا يا سيد ده راسه اكبر من جسمه، ده زي اللي بتحطه على المسرحيات. يا بنتي هو شكله كده في الحقيقه، لما يجي هتشوفيه. ماشي. علمك فخر ده بقى رياضي جدا. لا جسمه باين عليه. لعب باسكت ولعب كوره ولعب كاراتيه، اخر مره شفته كان هيلعب باليه. وهيلعب في عداد عمره لو ما جاش دلوقتي. اه على الله التسهيل. انت يا ابني انت هو، انا مش قلت مش عايز خناقات هنا؟ عايزين تضربوا بعض اضربوا بعض بره النادي، فاهمين ولا لا؟ يلا يا ابني انت هو يلا عشان عندي مصلحه. يلا يلا. يلا يلا يا حبايبي. يلا يا بابا انت اهو. يلا يا حبيبتي اتحركوا. فخر اخويا الحقني اخويا عايزين يقتلوني. اوعى ايدك. مين اللي جاب الواد الهفق ده هنا؟ انا مش قلت ما يخشش النادي؟ فين الامن؟ يا امن. وبعدين بقى مين اللي جايين معاك دول ان شاء الله؟ محسوبك السحاوي اللي انتوا سرقتوا فلوسه
اللي كنت دافنها في التراب. $6 مليون شقى عمري اللي انا اتسجنت عشانهم. طب لا مؤاخذه يا سحاوي، لما فلوسك مدفونه في التراب ما طلعتش عليها رحمه ونور ليه؟ ولا انت جاي لمؤاخذه تدور على فلوسك اللي ماتت وسط العايشين؟ سحاوي فلوسك هناك في التراب، انما هنا مالكش حاجه عندي. لا لا غلط يا فخر، غلط اللي بتقوله. ليه عندنا فلوس؟ حضرتك لو عايز تروح المحكمه ترفع قضيه، انا مستعد اجي معاك لحد المحكمه واشهد ضده. ما تسكت يا ابني، اتفضل كمل يا استاذ فخر. مين باربي؟ انا ريتاش مرات سيد. ايه ده مرات سيد؟ اه. هو مش زمن المعجزات انتهى ولا ايه؟ وبعدين يالا متخلف انت، رايح تجيب مراتك وراك في الليله الغامقه دي؟ هي اللي اصرت، قال ايه عايزه تتفرج عليا وانا بتخانق. كداب، هو اللي مسك في رجلي وقعد يرتعش زي الفور وقعد يقول لي معلش يا ريتاش تعالي معايا ابوس ايدك انا خايف. لا لا ما تصدقهاش. على فكره انا مصدقها هي، مش مصدقك انت. شايفين ان اللقاء العائلي ده ناجله ونعمله في مول العرب يوم الجمعه بعد الصلاه؟ ده انت حلو قوي. طب تقبل الله منا ومنك يا سحاوي. هو انا مش لسه قايل لك من ثانيتين فلوسك مش عندي؟ لسه قاعد ليه؟ نقولها لك بالاسباني لا مؤاخذه، فلوسك مش عندينا. واضح ان الذوق مش هينفع معاكم. ولا العافيه يا سحاوي. معلش يا معلم، معلش انا اسف، والله العظيم انا اسف. يوه، احنا الكلام خدنا في دوكه ونسيت اسال حضرتك تشرب ايه. لا ما انت خيرك سابق، بترفع عليا سلاح يا امور. انت تعرف انا ممكن اعمل فيكوا ايه؟ انا رايي حضرتك تقتله عشان قله ادبه دي، وتسيبني انا ومراتي نروح. اسكت يا ابني خالص، يقتل مين يا معلم؟ معلش والله العظيم، هو الظاهر يعني ان احنا ما قدرناش حضرتك كويس. وانا اللي ما يقدرنيش ما يلزموش يعيش. انا ممكن اموتكم كلكم. استنى عندك يا سحاوي، انت مش هتقدر تموتهم. انت بتفتحي بقك ليه؟ ابوس ايدك اقفلي بقك. معلش يا باشا، اعتبرها مش معايا خالص، ولو حضرتك عايزني ارمي عليها اليمين هرمي عليها دلوقتي حالا. اخرس انا، ما اقدرش اقتلهم ليه يا حلوه؟ وتستفيد ايه لما تموتهم يا معلم؟ انت لسه عاوز فلوسك، ودول لو ماتوا مش هتعرف توصل لهم. وجهة نظر برضك. ينصر دينك يا مرات اخويا، ينصر دينك يا مرات اخويا. ما تنسيش يا مرات اخويا، لو ما دفعوليش الفلوس انت اللي هتموتي. حلو كده، يبقى متفقين. يخرب بيتك انت بتقول ايه؟ ها فخر، هتقدر تدبر له المبلغ في خلال قد ايه؟ ها فخر، ادبر له المبلغ ايه؟ انت عايز تشيلها انا لوحدي؟ بص يا معلم، اللي قدامك ده لا يملك الجنيه اللي يحط بيه بنزين في عربيته. احنا لا مؤاخذه لما الفلوس اتوزعت كل واحد راح في سكه، كنا كده يا معلم، بقينا كده لا مؤاخذه. ولا فيلم البؤساء ده ما يلزمنيش، انا كل اللي يهمني دلوقتي فلوسي ترجع لي. عين العقل يا سيد المعلمين، بس اديني مهله شهر، شهر واحد بس، وانا هرجع لك $6 مليون على داير المليه. شهر؟ شهر واحد بس. موافق، بس على فكرة لو البوليس خد خبر هعرف وهتموتوا كلكم. على فكرة أنا ليا عيون في كل حتة. إيه ده، يعني عندك عينين في قفاك؟ عندي يا خفيف، مفهوم؟ مفهوم. مفهوم يا معلم. إديني مفتاح التاكسي اللي بره ده، يلزمني. يلزم إيه؟ دي عربيتي. اسكتي بقى، خلينا نخلص. اتفضل، بس استاذن حضرتك بس في شنطه العربيه في لهلوبه، ممكن اخدها؟ واللهلوبه كمان تلزمني. خدها وغور. نعم، خدها وغور حضرتك. ايوه كده اظبط. سيو. قد الدنيا يا معلم، قد الدنيا. الله يخرب بيتك يا فخر، اخد اللهلوبه. الله يخرب بيتك يا فخر، اخد اللهلوبه؟ ده احنا علينا $6 مليون وتقول لي اللهلوبه؟ يا اخي الله يخرب بيتك انت يا سيد، ما انا كان بقالي سنين ما شفتكش، يوم ما تجيلي تجيلي بمصيبه. اعمل ايه بس يا فخر؟ اعمل ايه يا اخي؟ ما انتوا من ساعه ما اتنقلتوا اتزفتوا سرقتوا الفلوس دي انا مش عارف اوصل لكم.
ويوم ما اوصل لاخويا الكبير اتعشم ان اخويا انت لسه هترغي؟ فكاني انا بتشنق. يلا حاضر يا اخويا. بقول لك يا ريتاج، هاتي لي حاجه اقف عليها عشان اطلع فوق افك العقد. حاجه زي ايه؟ لا انا مش عايز غباء، شغلي مخك شويه يا ريتاج. هاتي لي سلم كرسي اهو، كرسي اهو. يلا لا 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 ما تجيبنيش انت اللي موتته يا خبي. لا انا مش هفك، انا 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 دخت 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 يا ريتاج. ريتاج هاتي لي ميه. ميه ميه ده بتشنق يا غبي. هاتي كل ده. خدي خدي، انا مش قادر ابص. هاتي مش قادر ابص. خلص بيتك. مات ولا ايه؟ مات 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 يا غبي. يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. روح يلا هات كرسي عشان تفك لي العقده دي من فوق. يلا حاضر هات الكرسي. يا رب يا رب اسكت بقى. يا رب يا رب يا رب. اه فخر، ها يا فخر هنعمل ايه؟ ها يا فخر هنعمل ايه؟ ها يا فخر هنعمل ايه؟ بس بقى يالا، انت ما بتزهقش يا فخر. انت صمتك ده بيقتلني يا فخر، صمتك بيموتني. هنعمل ايه مع السحاوي؟ انا عايزك تمسك نفسك وتسترجل شويه كده، ها، لحد ما اشوف هنعمل ايه في الموضوع اللي ما كانش على الحسبان ده خالص. طب انا عندي فكره، احنا نعمل كمين اللي اسمه السحاوي ده، نعزمه على حاجه يشربها، نحط له تراب الماس هوب يشربها يموت لوحده. يا جماعه بتضرب الفيل الازرق ولا ايه؟ انا خايف منها اكتر من السحاوي. بقول لكم ايه، تعرفوا ما تتكلموش خالص، سيبولي موضوع السحاوي ده وانا هتصرف فيه. حلو، ده برضه كان عشمي في اخويا الكبير. يلا يا ريتاش، وانا السحاوي لو جالي تاني هقول له فلوسك عند فخر. سلام. وانا نلبسنا الموضوع ده مع بعض، ها، والخلعان منه بعدين هقتلك. انت فاهم؟ انت ما تعرفش انا بقيت مجرم ازاي الفتره اللي فاتت اللي انت شفتني فيها. يا فخر ما تعملش كده عشان انا بخاف. ما تعملش كده عشان بخاف يا فخر. انت لا يا فخر بخاف. يا فخر انا ما سرقتش الفلوس، انت اللي سرقت. والسحاوي جالي انا، وانا بدات اتوتر يا جماعه، بدات اتوتر ولما اتوتر الخنقه بيجي. بيجي له خنقه والنبي بالراحه عليه بقى شويه. بالراحه عليه ايه؟ ده بيركب نمره الخنقه دي من وهو صغير. ده لما كان بيعملها قدام امي كانت بتخبطه بالحله في دماغه بيمشي تمام. ولا طب ما الراجل عنده حق، ما هو ما خدش الفلوس، انت وديت فلوسك فين؟ بعد ما سرقنا الفلوس وقسمناها على بعض قلت بقى سيبك يا فخر من الشقاوه والسكه الشمال وافتح بقى مشروع عمرك. ما تقوليش اشتريت عربيه الترمس اللي كنت بتحلم بيها. ياه ده كان حلمي زمان يا سيد، بس لما جت فلوس كتير زي ما تقول كده حلمي كبر معاها، وفتحت النادي اللي انت قاعد فيه دلوقتي حالا ده، فخر الشحات اف سي. اف سي؟ ايه اف سي دي؟ يعني اف سي بس هي بتتخطف كده اف سي. فخر الشحات فايت كلاب. بس ما تعرفش يالا سيد، من ساعه ما فتحت النادي ده زي ما تقول في لعنه كده او حاجه غريبه. يعني ايه؟ مسكون عفاريت؟ لا احنا بنخسر في كل الالعاب، بس الصراحه يعني هي لعبه واحده اللي ما بنخسرش فيها، يمكن عشان مركز معاها شويه. يعني كره الباسكت النسائيه هي فعلا اللي اقدر استثمر فيها جامد، واوعدك بعد 3 سنين اقدر اصدر بره مصر. واو كيوتيز كيوت قوي. يلا يا بنات يلا حبايبي يلا على التدريب. عدل بطة. نعم. تعالي هنا يا حبيبتي. أمرني. مفيش وقت للتدريب خالص عشان عندي ظروف دلوقتي. يلا ارغي التمرين. نعم يا عين امك، ده لو ما كانتش العيال دي تتدرب النهارده هتربلك المكان اللي فيه. انت بتكلمي رئيس نادي وانت بتكلم مدربه لعبه راقيه. مدربه بني بني؟ هي بتدرب فراخ؟ اسكت انت مش فاهم حاجه. طب خلاص يا بط، خلاص روحي يا بابا كملي التمرين. اتفضلي. ياه دايما بتغلبني بالحجه. هي دي مدربة الباليه؟ لا ده كان المبنى الاجتماعي، لقيت محدش بيقعد فيه قلت اما اجيبه واعمله مدربة باليه. الله على دماغك يا لا فخر، من واحنا صغيرين وانت بتفكر صح. امال ايه؟ اسيب المبنى مهجور يعني الشباب يقعدوا يضربوا فيه ويلعبوا قمار؟ لا
استفاد منه انا احسن وهكله في مصلحه الكيان. لا 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 ركزوا معايا هنا، تتسحلوش معاها، عشان اتسحلت معاها مره وهي بتدرب العيال قعدت شهر بيجيلي كوابيس. يا ساتر ما تبصيش يا رتاش، بصي قدامك. بطوط نعم، اوعي تاكل حد من العيال عشان اهاليهم بييجوا يشتكوا لي انا. يا فخر هنعمل ايه؟ ولا انت لو سالت السؤال ده تاني انا هقوم انتحر دلوقتي. سيبوني نفسكم خالص وانا هتصرف في موضوع السحاوي ده بدماغي انا بقى. ولا سيد انت ما تعرفش حاجه عن ابوك واخواتك؟ يا انا ما اعرفش طريق حد غيرك. تمام، يبقى انا هبعت الواد دقدق يعس وراهم كده ويجيب لنا اخبارهم على الله التسهيل. انا هطلع دلوقتي اغير وانت اعمل حسابك هتيجي معايا مشوار. مشوار ايه اللي هتاخدني فيه؟ لا بقى اعملوا حسابكو ان مفيش اسئله من هنا ورايح، اللي هقوله هيتنفذ على طول. ايوه يا باشا، هنروح فين يعني؟ عند ماي اكس خطيبتي، كانت واخده مني 150 الف جنيه وذهب والماز وشبكه وياقوت وشوكولاتات، كانت واخده حاجات كتير قوي. كان زمان الواحد معاه فلوس، انما دلوقتي الجنيه بقى ابراج لا مؤاخذه. حلو، احنا نتنكر احنا التلاتة ونروح لها لحد البيت ونهددها بسكينة، لا بمسدس، ولو ما رضيتش تدينا شبكة نقتلها حد من اهلها. ما جابتش معاها سكة نديها رصاصة في كتفها عشان تعرف ان احنا ما بنهزرش. الله، انا جاي معاك وش ولا سيد. انت متأكد ان مراتك دي بنت ناس؟ انا مش متأكد ان دي مراتي اللي جت معايا اساسا. ايه الدموية دي يا ريتاش؟ ايه مش عاجبكم؟ امال كنتوا هتعملوا ايه؟ كنا هنروح لها القصر. قصر؟ هي ملكة؟ ملكة ايه؟ دي بعد ما سابتني اتجوزت وزير ألماني، سابته وراحت اتجوزت قنصل كرواتي، بعديها بفترة اتجوزت أمير ويلزي، في النص اتجوزت إمبراطور صيني، بين دول بقى اتجوزت قط شيرازي دكر، بعديها آخر واحد خالص ده كان مهراجة هندي كبير جدا، بنالها القصر بتاعها. ايه ده؟ هي خطيبتك دي كانت شغالة في السيرك الدبلوماسي؟ السيرك الدبلوماسي؟ انت جاهل يالا؟ اصلها كانت قربت يعني تحكم العالم، هي ازاي اتجوزت كل دول؟ هي خريجه ايه؟ خريجه قوميه العجوزه، دي بنت ناس جدا، ده اهلها كانوا مشتركين في نادي الترسانه يعني. احنا هنروح لها القصر ونقول لها طلباتنا وعلى الله التسهيل. وافقت؟ وافقت. ما وافقتش يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. يا اهلا بيكم. اهلا بيك. والنبي يا ابني روح انده لنا مدام عاشوره. حضرتك تقصد مدام عاشوريا؟ عاشوريا؟ ما اسمها عاشوريا. اقول لها مين؟ قول لها فخر العرب، معاه فاتوره قديمه ووقت دفعها جه. تمام، اتفضلوا. شكرا. بس جامده قوي يا فخر، فاتوره قديمه دي عايز ابقى استخدمها، بس مش عارف بقى استخدمها في اي موقف. لا انت ما ينفعش تستخدمها. ليه؟ لان انت ما تعرفش حد غير انا وريتاج، وانا كده كده عارفها وريتاج مش هتفهمها. بس انا هتجنن. انت امتى اتجوزت المهراجه؟ اتجوزت المهراجه ايه يا ابني؟ انا اتجوزت مرات المهراجه. انت عايز تشيلني نصيبه يالا؟ لا مؤاخذه فخر، معلش ما جمعت. ازيك يا عاشوره؟ توموكو كاشيا. لا مفيش توموكو، هو النهارده. ازيك يا عاشوره واتكلمي عدل بدل مظبوطك. توموكو كاشيا. خلاص يا فخر، شكلها مش هي الست اللي احنا جايين عشانها. مش هي ايه؟ انت هتستهبل يالا وانا توقع عنها؟ هي عاشوره بنت تامر الغطاس، وهتقولي بقى ولا سيح لك اكتر من كده؟ جرائيه. عاوز ايه يا فخر؟ خلاص بقى ما تزعلش. خلاص؟ خلاص ازاي؟ انا مش عارف ايه اللي وداني هناك، بس قلبي هو اللي وداني. لما شفتها وهي بتدلع المهراجة، المهراجة بيدلعها، دمرتني، كسرتني 100 حتة من جوه. يا عاشورة، عاشورة اللي ما كانتش الشمس بتطلع غير لما تفتح شباكها. انا بردان. ياه،
شوقتني ان انا اشوفها. هي حلوه؟ حلوه دي من علامات الساعه. ده انت لو شفتيهم هما الاثنين جنب بعض هتعرفي ان دي اقذر قصه حب انجبها التاريخ. يا جماعه المصلحه دي ما فيهاش فلوس، تعالوا نشوف حاجه تانية تجيب لنا فلوس. بلا تانية بلا تالتة، انا هاخد الشبكه بتاعتي، يعني هاخد الشبكه بتاعتي والا هروح امزع لها وشها ده. طب والحب يا فخر؟ في الكلوب. انت عبيط يالا يا فخر؟ حتى لو احنا عايزين ناخد الشبكه هناخدها ازاي يعني؟ هنسرقها؟ المشكله مش في كده، المشكله هنسرقها ازاي. هنسرقها ازاي؟ هو انت عايزه تسرقي يا ريتاج؟ انت خلاص بقيتي زيه؟ هو انا قلت اكون صبي من صبيان المعلم فخر العرب برضه؟ عشت يا معلم ريتاج. لا ده انت اتهبلتي بقى. استنى بس، انا في مخي فكره ممكن تدخلنا بيت المهراجه وندعبس جوه براحتنا. حلو، قولي لنا الفكره دي بقى بالراحه ومخمخي فيها. ايه ده؟ انت بتشربي بصوت يا ريتاج؟ بسألك رود يا يوم. اقول لك يا معلم. كمستاي مرحب مرحب مرحبتين. اهلا وسهلا. منو انتي؟ انا مدام صفاء من المركز الثقافي الهندي وجاي اقابل المهراجة مارد. مهراجة مارد؟ انا 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 مهراجة مارد شحمو لحمو كرتونتو. حضرتك اهلا وسهلا يا فندم. احنا في المركز كنا جايبين هديه بسيطه كده لحضرتك عشان نشكرك على اعمالك الخيريه اللي كنت بتقوم بيها في الهند. احنا بصراحه في المركز بنحترم جدا الشخصيات المحترمه اللي زي حضرتك يا فندم. لا لا انا ما يقوم بخير ابدا، انا مهراجة شرير ما يفعل خير. لا لا ازاي يا فندم؟ لا افتكر اكيد عملت خير. لا انت كده هتبوظ الخطه والنبي. شنو خطه تبوظ؟ خطه ايه يا فندم؟ انت تقول خطه تبوظ. لا انا قلت، لا انا ما قلتش، انا قلت خير يعني يا رب تفتكر الخير اللي عملته. افتكر والنبي. نعم انا افتكر. انا في واحد مره انا كان يمشي بسياره اشاره مرور يعطي واحد مسكين واحد روبيه، وعشان اديت الروبيه للمسكين ده احنا جبنا لك الفيل الالي. اتفضل يا فيل. شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو شنو؟ لا ما تخافش حضرتك ما تخافش، ده فيل الي. شنو يعني فيل الي؟ انت شايف حاجه من عندك يا فخر؟ ايوه شايف. بطل وش بقى عشان ابقى سامع. العمده الالي مع العم فؤاد رحمه الله عليه راح يصطاد. نعم نعم ايوه بالظبط كده. شنو يسوي ده؟ بيعمل على حسب الاوردرات الصوتيه، يعني تديله الاوردر بصوتك بيعمله في اكشن على طول. طب انا يا بيه شوف. هتشوف دلوقتي. اطلع خطوه يا فيل. اثبت نفسك معايا كده واطلع خطوه قدام اهو بالفيل مش بجسمك يا حمار. طيب اهو بس ارجع خطوه كده. شفت يا فندم؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا يا بيه اسوي اوردر براحتك. أنا يقول اتفضل. فيل ست. ما شاء الله ما شاء الله. قوم قوم قوم. فلافيلو سلم سلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه حضرتك قبلت الهديه ولا ايه؟ طبعا هديه جميل من نفر جميل. فخر انا عايز اعمل بيبي. على الله تعمل حاجه هنا. انا بقول لك اهو. طب استنى كده. انا صفاء يا جناب المهراجه. صفاء اسم جميل. انا يا بي يطلب منك طلب. اتفضل. انا ينفع عشا سوا سوا؟ هو الراجل ده بيعاكس ولا ايه؟ بيعاكس؟ ده انت مش شايف اللي انا شايفه. لا لو كده بقى انا هخرج له من الفيل واظرفه الزلومه. على الله تخرج بره الفيل. بتعشف. لو خرجت هنتحبس يا غبي. نروح نتفسح في النيل لمركب فلوكا. ماشي نتغدى نتعشى براحتنا يا فندم. انا اي حاجه انا فري. انت ايه ده؟ هي كمان شكلها مقبله. مقبله؟ طب حاسب بقى فخر. اجري في اي حاجه. لا مش هينفع يا فندم. مش هينفع. ليش؟ عشان الفيل قفش عليا. ليش يقفش عليك؟ هو جوزك فيل ولا شنو؟ لا معلش يا فندم انا اسف. لا لا انا ممكن يصبح هذا فيل. انا يصبح هذا فيل تحت رجلين. امال انت؟ معلش انا اسفه انا هضطر استاذن بقى. معلش. لا ليش ليش يستاذن؟ ما انا سايبه المركز لوحده وزمانه يضرب يقلب على بعضه. انت اقعد خمسة دقيقة. معلش والله لازم امشي. واحد دقيقة. باي 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 باي. مسيرك يا جميل جميل. ماشي يا ريتاش لما اخرج لك من فيل. فلافيلو انت يجي ورايا. تعال تعال ورايا.
السلف الجميل ما شاء الله ما شاء الله فلاخيل الناس. الواد ابن المهرجة ده تقيل قوي، ده اتقل من الفيل اللي احنا شايلينه. انا متاكد ان في اربعه جواه. معلش يا سيد استحمل. فلطحون خفيف خفيف كده في البوز. ما انا واخد الظهر وشايل الواد على كتفي وانت واخد الراس بالزلومه ولا فارقه معاك يا ابني. وانت فاكر الراس دي سهله؟ انت مش متخيل كميه الالم اللي بستحملها لما الفيل يصدع. دكتور وليد الصاوي وصل وعاوز يقابل حضرتك. اوكي انا يجي. روح خلاص يلا انزل فلطحون فيل تعا معي. الله اكبر. وطي يا سيد عشان الواد هينزل. اوطي ده انا هقلب امه. تعرف الفيلا؟ تعفيلو اهلا سموك المهرجة. سموك المهرجة ويلكم ويلكم دكتور شنب ابيض. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا سموك المهرجة. It is a great day today and also big news يا جناب المهرجة. اخبار عظيمة اخبار عظيمة يا جناب المهرجة. شنو فيك انت ما يشوف فيل؟ يشوف فيل. ايه يا الله فيل حلو جميل. طبعا طبعا ما انت هندي قد الدنيا لازم يبقى عندك فيل. امال يبقى عندك ايه سكوتر؟ المهم خلينا في الموضوع اللي انا جاي لك. سكوتي شنو سكوتر؟ انت ما يعجبك فيل ولا شنو؟ لا بالعكس ده جميل خالص عسل. الله حلوه جميله حلوه. المهم خليني في الموضوع اللي انا جاي لك. انت يعرف الدكتور شنب ابيض انت يعرف ان هذا فيل هو يشتغل انا اصدر اوامر صوتيه هو نفذ؟ يا راجل انت يا بيشوف. نشوف فلفل انت ارقص شويه شويه الدكتور شنب ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. مين الراجل الغريب ده؟ شكله ايه يا فخر؟ هو شبه الصرصار بس لابس بدله وبيتكلم زينا عادي. وده بقى بتحط له فلوس في زلومته يسلم عليك زي الفيل اللي عندنا في الجنينه؟ انت لو ما يحترم نفسك انا احط لك فلوس في زلومه. مال انت صدق شنو تبي؟ يلا خلص سرعة سرعة عشان أنا مو فاضي. أنا يبي يلعب مع فيل. ما هو أنا جاي لك النهاردة يا جناب المهرجة بخصوص موضوع الجوهرة اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. دكتور وليد ما في كلام. أنا ما يقدر استغنى عن هذه الجوهرة. هذه الجوهرة ميراث عائلتي لألاف السنين. أنا يهرب من هند وسند وبلاد تركب الأفيال بسبب هذه الجوهرة. عائلة باتشان يجري ورايا يريد أن يقتلني وياخد هذه الجوهرة. يعني هو احنا ما ينفعش نتفاهم مع الإخوة في عيلة باتشان ونحل الموضوع بشكل ودي كده قعدة هندي كده زي قعدة العرب بتاعتنا ونخلص الموضوع من غير أكل وأذية؟ لا ما يصير. أنا يقول في طار بيني وبين عائلة باتشان ما يحلوا إلا الدم. يا جناب المهرجة افهمني عناصر النانو تكنولوجي اللي موجودة في الجوهرة بتاعتك غير مسبوقة بالمرة ومع وجود الاختراع بتاعي هتقدر تعمل كونتاك معاه عن طريق الإلكترومجناتيك. انت فاهم معنى الهري اللي أنا عمال أهري معاك ده من الصبح ايه؟ أنا ما يفتهم شنو انت هتهري شنو؟ معناه ان أنا وانت ممكن نغير التاريخ نغير شكل الكون. تخيل أنا وانت صورتنا على صفحات الجرائد والمجلات في كل حتة والنانو قاعد في وسطينا كده مستربع صغنن كده. أرباح بالملايين ده غير إن سعر الجوهرة بتاعك هيتضاعف بالمليارات. سمع اللي أنا سامعه يا سيد؟ أنا مش سامع أي حاجة من عندك. طب ركز في الكلام كده وطرطق ودانك. أطرطق في ودانك؟ على الله تعمل كده. بقولك طرطق ودانك يعني اسمع كويس. أنا ما يبي مليارات. أنا عندي مليارات وايد. أنا مش عايز مليارات. يا سيدي أنت مش عايز مليارات أنا عايز إيه الغلاسة دي؟ لا ده الجوهرة دي بقى تخصينا أنا كده. جوهرة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. شش مالكش دعوة أنت سيبني ركز. إف الريحة دي يا فخر حدش يعمل كده أبدا جوه فيل. مش أنا. لا أنت ما فيش غير أنا وأنت جوه الفيل. هيبقى مين يعني الفيل؟ هو أنا كده بقى لما بركز بعمل كده. عاجبك تركب معايا اركب مش عاجبك خلاص. مش اتخيل اتخيل يا فخر.
فلفل فلفل شنو فيه؟ شنو سويت لي فلفل؟ شنو سويت؟ انا عملت حاجه من قاعد مرمي جنبك اهو من الصبح. انت مش عالم كبير، انت شوف شنو فيه هو. شوف شوف، لا دي حاجه بسيطه جدا، ممكن يبقى اللابلاتين بتاعه لدع في السنسور او البطاريه بتاعته عايزه تتعضض. ايه الحياله يا سيد؟ ده هيغيروا لك البطاريه. يا نهار اسود، ده انا اللي واقف ورا. طب يا رب بقى تطلع بطاريات قلم مش طرش. يا ابني افهم بقى، ما يبقاش مخك ظلم. قول زي ما انت عايز بالصبح، انا هستحيل اختلس الجوهر. تختلس؟ ايه الكلام الاوفر ده؟ وبعدين انت جاي الفيلا هنا ليه؟ تطعم مساكين؟ ما انت جاي عشان تسرق. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. وطي صوتك بدل ما تحبسنا. دي حاجه ودي حاجه يا فخر، احنا جايين هنا نرجع شبكتك اللي اتقلبت منك. لكن هتدخلني بقى في حوار اسرق جوهره مهراجه، والمهراجه ده اكيد راجل واصل. لا انا 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 كل ما بتخيل السيناريو ده بتوتر يا فخر. انا اتوترت يا فخر، اتوترت والخناقه بدات تجي. انا اتخنقت. طب اهدى. طيب تعياش عليا، تعياش على ولا افهم. انا عمري ضحكت عليك؟ لا. طيب اقسم بالله احنا لو جايين الفيلا هنا عشان نختلس مش هقعد دقيقه، احنا جايين عشان نسرق. بجد؟ اه والله. وبعدين بدل ما نسرق الشبكه هنسرق الجوهره. طيب هو انا ينفع اعترض دي بقى؟ لا لا ما فخر. انا اتخنقت. طب اهدى والله، ما كنت فخر. طب عيا تعبان والله. اهدى يا عم، روح البس الفيل. يلا 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 روح البس الفيل. بقولك ايه، بص كده من الزلومه شوف لو في حد جاي. لا يا عم انا بتقرف ابص من الزلومه، انا بعمل فيها بيبي. ركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام. لا مش انا يالا سيد، الظاهر في حد جاي علينا. طب وقف وقف، اعمل نفسك فيل. ماشي ماشي يلا. حاسب كده وريني. لا يا عم ده سند على العصايه. حلو. طب تعالى بقى نقف جنبه هنشوف هيحس بينا ولا لا. طب بقول لك ايه؟ عشان نسبكها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل. انا بعرف اعمله، ممكن تسكت؟ ها؟ حس بينا؟ ولا دريان بالدنيا. حلو. مد ايدك بقى وارتش الجواره. مش عارف اخرجها من الزلومه انا. بس سيد مدي ايدك انت والطش منه الجوهره من على صدر. حضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراجه اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع واسع، انا واقف لك واسع. الفيل لو حك مني والله ما هيحصل لك. طيب يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله. كله انا معاك اهو. هوب. بس 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 قفشته يا فخر. فلفل حرامي. اسرق جوهره. انت موت الحين. اجري يا سيد اجري. اجري ازاي؟ ده قفش في ايدي يا فخر. مالك يالا سيد؟ ضربك الراجل؟ بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا جت في الضرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى.
كروتي شلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال مهرجة انت يسرق ولا لا 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 ادوقن اهرب يلا ساب بسرعة يلا انت اضرب اجري فلافيل وحيوان انا اجيب انت حتى لو في بطن حوت مد يا سيد مش هيقدر يا فخر هو الفيل ده ما بيتعبش ايه ده احنا خبطنا كلب لا خبطنا كلب يلا يلا بسرعة ايوه بالراحة طيب ثانية ايه انت يا شيخ ايه انتوا نايمين ولا لا ايه لا صاحي اهو السلام عليكم وعليكم السلام ما العبيط بتاعنا فين العبيط اهو قاعد مكتئب من ساعة ما عرف ان حبيبتك دخلت المستشفى وكانت هتروح فيها يا سيد ايه ولا ايه عبيط في ايه ايه اللي انت عامله ده كله اكتئاب حاسس باكتئاب حاسس ان داخل على صرعة شديدة يا فخر معلش معلش يا اخوي معلش اكتئاب ايه ونيلة ايه ده دخل جاب باسكت الزبالة وقلبه هنا عشان يكمل النمرة اول ما رنيت الجرس شكرا يا بنت الاصول وعلى فكرة انا ما دلقتوش اول ما رن الجرس انا دلقه من نص ساعة انا عايز اعرف بقى كل اللي حصل ده ليه انت بجد بتسأل يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فخر يا فخر احنا كنا هنقتل نفس شريرة الست جالها شلل خماسي ما تأفورش شلل رباعي دماغها لسه بتتحرك وبعدين هديك قلت نفس شريرة دي كانت حرامية ونصابة وسرقاني وطيق العمى ولا طيقهاش انت نفسك ما كنتش بتحبها صح؟ صح فوق بقى كده بقيت احسن صدق يا اخي احسن بكتير كأنك شلت الغيامة من على مخي انا زي ما كنتش شايف الكلام ده كله يا ريتنا قتلناها يا اخي المرة الجاية يا عم لو قابلتها لك هقتلها قدامك وبعدين انت محبك الدنيا قوي ليه يا سيد اذا كان جوزها الميه راجع نفسه عامل عيد ميلاد ابنه بكرة وهيذبح فيل لا يا راجل ده بتحنا كده بقى لازم ندخله دخلة تانية معاك حق عشان لو دخلنا له زي اول مرة فيل هيفقسنا المرة دي نخش له في خرتيت اقعد يا بما ان عيد ميلاد الواد بكرة احنا لازم نروح له ونعيد عليه مش ده الواجب ولا يا رجال صح يا تكتكة يا ماجدة خسارة حتة ألمازة مدفونة في قلب الزبالة والله معاك حق جايين احنا جناب مهراجة عشان انت في دينجر عائلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت وهذا في قتلك هدية كان فيه اتنين عائلة باتشان كانوا عايزين يقتلوا كاهين وياخدوا الجوهرة انا كنت متأكد ان هذا هيحصل ليه ولكن منو يعرف في سفارة هذه معلومات وانت ليش ما يتكلم هندي ليش لا احنا كبيرة هندية تتحدث العربية لكن بصبغة هندية وصارت داخلية في الهند عرفت معلوماتها فجيت انا وظابط فورا لحمايتك هي وحماية الجوهرة راكيش ظابطي كهالي تكي مفهومي مفهومي جناب مهرجة مفهومي مفهومي شنو مفهومي انت ما يتكلم هندي ما يتكلم اردو نهي نهي جناب مهرجة اني اتكلم الهندية ولكني درست شرطة انجليش في جامعة حلواني عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شويتي كنا بنقول ايه كلبس بكني انا يسأل عن اسمك مال انت What's your name اسم مال انا جناب مهرجة انا ضابط بهاء سلطاني وانا منسقة امنية في سفارة هند سوفينار بودابار بقول لك ايه بص كده من الزلومه شوف لو في حد جاي لا يا عم انا بتقرف ابص من الزلومه انا بعمل فيها بيبي اه ركز
المركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام. لا مش انا يالا سايب، الظاهر في حد جاي علينا. طب اقف اقف، اعمل نفسك فيل. ماشي ماشي. حسب كده وريني. لا يا عم ده سند على العصاية. حلو، طب تعالى بقى نقف جنبه هنشوف هيحس بينا ولا لا. عشان نسبكها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل، انا بعرف اعمله. ممكن تسكت؟ ها حس بينا ولا دريان بالدنيا؟ حلو، مد ايدك بقى وارتش الجواره. مش عارف اخرجها من الزلومة انا. بس سيد ها مد ايدك انت والطش منه الجوهرة من على صدر. تحضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراج اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع واسع، انا واقف لك واسع. الفيل لو حك مني والله ما يحصل لك. طيب يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله. أهو. كله انا معاك اهو. اهي هوب. بس 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 قفشته يا فخر. فلفل حرامي. ايوه جوهره. انت موت الحين. اجري يا سيد اجري. اجري ازاي؟ ده قفش في ايدي يا فخر. مالك يالا سيد؟ ضربك الراجل؟ بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا جت في الضرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى. كروتي شلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال. يلا مهرجة انت يسرق مالا. لا 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 ادوجن. اهرب يلا سيد بسرعة. يلا انت اضرب اجري فلافيل وحيوان. انا اجيب انت حتى لو في بطن حوت. مد يا سيد. مش هيقدر يا فخر، هو الفيل ده ما بيتعبش؟ طب يا فخر. ايه ده؟ احنا خبطنا كلب؟ لا خبطنا كلبه. يلا يلا بسرعه. ايوه بالراحه. طيب ثانيه. ايه انت يا ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ انا صاحي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. امال العبيط بتاعنا فين؟ العبيط اهو قاعد مكتئب من ساعة ما عرف إن حبيبتك دخلت المستشفى وكانت هتروح فيها. يا سيد إيه ولا إيه عبيط في إيه؟ إيه اللي أنت عامله ده كله؟ اكتئاب، حاسس باكتئاب، حاسس إن داخل على صرع شديد يا فخر. معلش معلش يا أخويا معلش. اكتئاب إيه ونيلة إيه؟ ده دخل جاب باسكت الزبالة وقلبه هنا عشان يكمل النمرة أول ما رنيت الجرس. شكرا يا بنت الأصول. وعلى فكرة أنا ما دلقتوش أول ما رن الجرس، أنا دلقه من نص ساعة. أنا عايز أعرف بقى كل اللي حصل ده ليه؟ أنت بجد بتسأل؟ يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فخر يا فخر إحنا كنا هنقتل نفس شريرة. الست جالها شلل خماسي. ما تأفورش، شلل رباعي، دماغها لسه بتتحرك. وبعدين أديك قلت نفس شريرة، دي كانت حرامية
ونصابة وسرقاني وطيق العمى ولا طقهاش. انت نفسك ما كنتش بتحبها صح؟ صح. فوق بقى كده بقيت احسن؟ صدق يا اخي احسن بكتير. كأنك شلت الغيامة من على مخي. انا زي ما كنت شايف الكلام ده كله. يا ريتنا قتلناها يا اخي. المرة الجاية يا عم لو قابلتها لك هقتلها قدامك. وبعدين انت محبك الدنيا قوي ليه يا سيد؟ اذا كان جوزها المها راجع نفسه عامل عيد ميلاد ابنه بكره وهيذبح فيل. لا يا راجل ده احنا كده بقى لازم ندخل له دخله تانيه. معاك حق. عشان لو دخلنا له زي اول مره فيل هيفقسنا. المره دي نخش له بخرتيت. اقعد يا بما ان عيد ميلاد الواد بكره احنا لازم نروح له ونعيد عليه. مش ده الواجب ولا يا رجاله؟ صح يا تكتكه يا ماجده. خساره حتة ألمازة مدفونة في قلب الزبالة. والله معك حق. منو أنتو؟ جايين احنا جناب مهراج عشان انت في دينجر. عيلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت وهذا في قتلك هدية. كان في اتنين عيلة باتشان كانوا عايزين يقتلوا كاهين وياخدوا الجوهرة. انا كنت متأكد ان هذا هيحصل ليه. ولكن منو يعرف في سفارة هذه معلومات؟ وانت ليش ما يتكلم هندي؟ ليش؟ لا احنا كبيرة هندية تتحدث العربية لكن بصيغة هندية. وزارت الداخلية في الهند عرفت معلوماتها فجيت انا وظابط فورا لحمايتك هي وحماية الجوهرة راكيش. ظابطي كهلي تكي. مفهومي مفهومي جناب مهراجة. مفهومي مفهومي. شنو مفهومي؟ انت ما يتكلم هندي؟ ما يتكلم اردو؟ نهي نهي جناب مهراجة اني اتكلم الهندية. ولكني درست شرطة انجليش في جامعة حلواني عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شويتي. كنا بنقول ايه؟ كالبس بكني. انا يسأل عن اسمك مالنتا. What's your name؟ اسم مال انا جناب مهراجة؟ انا ضابط بهاء سلطاني. وأنا منسقة أمنية في سفارة هند سوفينار بودابار. يبدأ نقصد الحالة اللي جات لي تاني دي. الحالة حالة إيه اللي جات لك يا أستاذ بيومي؟ ربنا يكفيكوا الشر يا أولاد. أنا عندي المرض البيومي. يا ساتر يا رب. أنت اتخضيت ليه؟ هو أنت عارفه؟ لا. طب معلش يا عم بيومي. اتفضل. ممكن تكلمنا أكتر عن المرض البيومي ده عشان السادة المشاهدين يتعرفوا عليه ويعرفوا أعراضه وإزاي يتجنبوه؟ حاضر. هو اسمه العلمي المرض البيومي واسمه الشعبي مسقعة. إنما في ساعات بيكتبوا في النشرات بتاعت الأدوية دهيت اسم تالت له اسمه اضطراب الهوية التفاقمي. طب وهل يا ترى في أدوية معينة بتاخدها المرض المسقعة ده؟ بتدفى بس بتقل قبل ما انزل مش أكتر يعني. أنا هحكي لكم المرض ده بالتفصيل. زمان زمان قوي كان في يوم يوم اسود ربنا لا يعيده. فكرونيش ما كانش عندي فيه تصوير. سامحوني الموضوع ده بيوترني قوي. كنت مخنوق قلت اقعد طيب اتفرج مع الاولاد على التلفزيون. كان بقالي كتير قوي ما شفتش الاولاد. كان في فيلم رعب عارفينه الفيلم بتاع البنت الصغيره اللي جلابيتها مقطعه وشعرها بيغطي وشها كده عارفينه الفيلم ده؟ ايوه فيلم ذا رينج. ايوه ذا رينجا. ذا رينجا؟ اه ده كسر الدنيا في شم النسيم. لا 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 ذا رينجا. لا لا والله ما طبيعي اقسم بالعشر مش طبيعي. لا 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 بمناسبة الرنجة بقى تعرفوا اللحمة فسيخ؟ لا ايه اللحم الفسيخ ده؟ ما اكلتهاش قبل كده. تعرفوش اللحمة فسيخ؟ الكفتة لحمة فسيخ. لا لا مش حلوة دي يا عم بيومي بجد؟ اه والله استظراف بصراحة. طيب خلاص طالما استظراف بقى اكمل حكي. المهم اندمجت مع الفيلم قوي. حسيت بحالة غريبة كده وكأني بمثل جوه الفيلم. تقمصت ما فوتش
غير على زعيق وصريخ. اعمل ايه يا ربي؟ قال لي روح للدكتور. رحت للدكتور، الراجل قال لي شوف يا استاذ بيومي ما تفوتش اوردر، اي حاجه تجيلك اقبلها، مفيش يوم ما يبقاش عندك فيه تصوير. يا عيني يا استاذ بيومي، وانا اللي كنت فاكرك نحيته بتشتغل عشان الفلوس. فلوس ايه يا ابني؟ انا معظم شغلي بشتغله من غير فلوس، حتى المسلسل اللي احنا فيه ده انا جاي عشانكم، خدش حاجه. مش ده زي مرض شادية اللي في عفريت مراتي؟ ايوه صح، هو الفيلم بتاع شادية وعلي ربيع. شادية ومين؟ علي ربيع. لو تسيبوني معاه عسل، هنتفاهم في كل حاجه. ما تيجي تقعد هنا يا عم. اسكت بقى، انا مش عارف ايه الحظ ده، حتى يا رب يوم ما نخطف ممثل يطلع مجنون. اخرس يا سيد فخر، في فرق كبير ما بين المرض النفسي والجنان. يا عم فكك مني بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه في قصه الخطف بتاعتك دي. محدش من اهله هيرضى كده يدفع له الفديه. طب بقول لكم ايه، ما نشوف منتج يدفع له هو الفديه، لانه زمانه موقف 100 فيلم لحد دلوقتي. يا نهار ابيض، فكرتوني، ده انا كنت داخل فيلم بطوله بكره الصبح، اكيد هيجيبوا امينه خليل مكاني. طب يا جماعه وبعدين؟ شكلها كده قفلت خالص، هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي لحد ما حد يدفع الفديه؟ بص، هو علاجه نمنعه من الفرجه على التلفزيون. غلط، اوعوا تعملوا كده، تجيلي افتكاسه وانتكاسه وممكن اروح فيها. لا لا لا، انا عندي حل تاني. انت تسيبوني اتفرج على التلفزيون عادي خالص، بس اشوف بقى حاجات كوميدي لايت، منوعات، وتسيروني فيها. المهم ما اشوفش لا اكشن ولا رعب. بقى شاب بتعمل ايه يابا؟ معاه حق يابا، ده انت اكبر مني يا حاج، لا مؤاخذه. انا عارف ان السفره حلوه، السفره حلوه مفيش كلام، بس انتوا لا مؤاخذه عديتوا الميني تشارج بزياده. يلا انا مش غور انت وهو، يلا يا جاي ليه؟ ايه اللي جابك؟ عايز حقي. حلو، مفيش كلام، بس لا مؤاخذه اخد الحق صنعه، وبالايه؟ وبالاصول. وانت يعني لا مؤاخذه دخلت السيما اللي انت دخلتها دي يعني من غير لا مؤاخذه؟ انا ما شفتش فيها صنعه ولا هوبت من الاصول. غشيم زيك تنو دب تخ رزع زو لو من ياما. ايه؟ غشيم زيك تنو طخ رزع دب زو لو من ياما. انت بتعرف تقول أردب أنور في منورنا وأرنبنا في منور أنور؟ أرنب أنور في منورنا. حلو. مربرنا. مربرنا. عشري، احنا بنغفل يا إبراهيم، كان في دكر بط على السفرة وشالوه إبراهيم. والحق إبراهيم، في واحد بيجري بصلاية رؤى هناك أهو إبراهيم، أنا هفجر المكان ده. فجر مكان شبع؟ واسبوع. اقعد ساكت عشر. ساكت ساكت يا هيمه؟ ساكت ساكت عشر. اتكلم. بنت ديت خدت مني كيس شيبسي ما دفعتش ثمنه. كذاب كذاب يا سيد المعلمين، وحتى لو خدت منك كيس الشيبس فتيجي تعمل النمره هنا، انت شارب ايه؟ شارب سفن؟ سفن؟ تعالى يا حوريه. روح هات الكيس يا حوريه. ايوه يا معلم، بس روح هات الكيس يا حوريه. انا سمعت عنك ياما، وعارف ان قلبك جامد، بس اخضر لسه ما شفتش الكيس اهو يا سيد الناس. انا حياتك تاني، الكيس ده انت فديت نفسك بيه، ده اول شغلنا مع بعض، والمكسب ليا كله. بينا عشر. استنى، الحسنة اللي في وشك دي البسها نوتيلا، ولا مؤاخذة حط عليها حتة كيكة فانيليا صغيرة كده، ودخل دماغك في الفرن نص ساعة، ولما تطلع كل وادعيلي.
اتكل. بينا عشر. ايه اللي انت عملته ده يا معلم؟ كده تسيبهم يمشوا؟ لو عندك شجرة كريسماس موجودة في الريسبشن وزحملك الدنيا، هتقطعيها ولا هتستني لشهر 12 لما بابا نويل يجي ويوزع الهدايا على الناس وتبقي خدت خيرها؟ فهمتي حاجة؟ لا مش فاهم. طب والنبي يا ريتاج، انا عايز حته من الورك المحمر ده قبل ما يجوا. احنا كده يعتبر ايه عملنا له اللي هو عايزه؟ احنا مش عارفين اللي جاي ايه يا فاطمه. ما انا مش عارف بقى، مش مهم، عادي نبقى نجيب فراخ بلاستيك، ما تضايقوناش بقى. وانا جات لي فكره يعني كده واحنا بندفن، ان احنا نجيب فرقه ونخش معاهم احنا الثلاثه نعمل لبنانيين، ونبقى فرقه المنقوشه اللبناني، وان شاء الله يعني هتاكل مع اللجنه المنظمه عادي. انت بتعرف تتكلم لبناني؟ مش الك دعوه، الله الوكيل ازعل مني. ها لبناني ولا مش لبناني؟ ده شرقاوي. انت عايز تشترك في الحوار وخلاص؟ انا اعرف واحد شغال عند ابو رامز وبيتكلموا كلهم كده في المحل. مين؟ مسعد؟ ايه ده؟ ايوه مسعد ابن خالتي، انت تعرفه منين؟ ما هو ابن خالتك يبقى ابن خالتي برضه يا فخر، وخالتك من الشرقيه يبقى احنا كلنا من الشرقيه، واحنا بنتكلم شرقاوي كده. وبعدين يا بهيم ابو رامز ده اصلا سوري. ايوه صح عندك حق. بعيدا عن اللبناني، هنجيب منين دلوقتي فرقه تكسب؟ ايه ده؟ انت اتجننتي يا ريتاج؟ انت واقفه في فخر الشحات افسي، يعني اقوى فرقه باسكت نسائيه في الشرم الاوسط. هم دول الفرقه فخر؟ سيبك من الفرقه، هم دول اللبنانيات. انتوا هتقطموني من اول المشوار؟ الفرقه دي تربيت ايدي، يعني روح قتاليه وتحمل مسؤوليه. اجمع كشافه، يلا يلا يا بنات. يا وحشتوني يا بنات. ما احنا لو كنا وحشينك بجد كنت سألت يا مسيو فخر. يا سلام، ما انت اللي بتغير رقمك كل نص ساعة. الله، مش انت اللي معلمني ازاي اهرب من المان تو مان؟ احب اعرفكم بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، اخويا مستر سيد الشحات ومراته مسيو ريتاج الشحات. يا اهلا وسهلا. اعرفكم بقى بالفرقه. ايه ده؟ انت مين يا ماما؟ انا بنت سنايا اللي بتنضف لك النادي يا كابتن، والنبي يا كابتن خدني معاك يا كابتن عشان خاطر يا كابتن. ماشي ماشي. انتوا عاطين المرفق عشان خاطر يا كابتن. خلاص خلاص. والنبي يا كابتن عشان خاطر مره واحده بس خاطر يا كابتن. اصبري اعرفهم على الفرقه وبعدين اشوف اخدك ولا لا. الحاجه سمر القسطه الكبيره، يعني عنصر الخبره في قلب الفرقه. ودي فيها نفس تلعب يا فخر؟ دي احسن واحده تستلم تحت ضغط. حاجة سمر طمن عليها شوف فيها نبض ولا لا. الحمد لله، ما تقلعيش الماسك يا حاجة. سناء. كابتن كابتن النبي يا كابتن هتاخدنا يا كابتن عشان خاطرك. ثواني يا ماما لسه ما اخترتش. طب عشان خاطرك كابتن خدني انت وعطيني المره. ما تحركيش من الطابور. اتفضلي يلا روحي اقفي مكانك. سناء صخره الدفاع. دي نفسه بتردع يا ابني، انت مجنون؟ ما انا اخترتها عشان كده. مين اللي يسهر جنبي الليل؟ مين اللي باله معايا طويل؟ ام العيال العشريه. وعشان ام انا اخترتها، رمز في الوفاء والانتماء للنادي. رفضت تولد في مستشفى، عشان كده لما جت تولد فضت لها البسين اللي بره ده ومليته ميه سخنه، نطت عملت ستارت طلعت بالطفل. بطل كابتن والنبي يا كابتن عشان خاطر كابتن. اصبري يا ماما اصبري، قلت لك هشوف الناس الاول وبعدين اختارك ولا لا. اقسم بالله لو مسكتي لخليها تاكلك. حاضر، انا هبقى زي الارض، مش هتكلم والله يا كابتن، خلاص مش هتكلم، مش هفتح بقي، خلاص هبقى زي عمود. اخرسي بطه. شهرتها المطرقه المزدوجه. مش دي الباليرينا؟ احنا اتفقنا ان دي المبنى الاجتماعي، يعني اقدر اوظفها في اي حاجه. كله بيخاف منها هنا في النادي وبيعمل لها الف حساب، من اكبر راس في النادي لحد انا بخاف منها وبعمل لها الف حساب. دي اللعيبه الوحيده المحترفه عندي هنا في النادي. ليه هي مش مصريه؟ لا هي هاف انت هاف. وفاء اهو كده واضح ان دي بقى احسن واحده بتلعب هنا. دي حامل. حامل؟ الله يخرب بيتك يا فخر، جايب واحده حامل. استنى بس يا سيد، اكيد يعني تلعب حلوه قوي. والله ما اعرف حاجه خالص عنها خالص يا ابله. امال جبتها ليه؟ دي حامل، يعني الملائكه حواليها 24 ساعه، يعني اي دعوه منها لربنا مستجابه على طول. ربنا يكرمك وينصرك على مين يعاديك. دي بقى اللي بتطرد الملائكه اللي حوالين الحامل، روكا الغداره.
انا ملاحظه ان محدش جاب سيرتي يعني في الفرقه دي. على فكره انا كنت بلعب باسكت لحد جريد 7. ايه البطوله في شرب السيفن يعني؟ مش فاهم. وانا اكتر واحده شبه اللبنانيات، فممكن تاخدني معاهم والنبي؟ لا ما تقفريش بقى يا ريتاج، مش عشان شعرك اصفر وعينيكي خضره تبقي لبنانيه. كابتن انت خدتهم كلهم ما عدا انا يا كابتن، والنبي يا كابتن بقى خدني عشان خاطر. طب خلاص خلاص روحي غيري يلا. ربنا يبارك لك يا رب ويخليك يا كابتن. ربنا يلا يلا عشان بسرعه. شكرا يا كابتن والله، ربنا يبارك لك يا كابتن. يلا روحي غيري. طب شهاده بقى لله وللوطن كده، دول لا اجسام رياضيين ولا شبه اللبنانيين، ولو فتحوا بقهم هنتكشف يا فخر. انت قصدك يعني على اللبناني؟ اه. ثانيه واحده بطل. حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي. ها سكتوا. عارفين ليه؟ عشان الفرقه اللي ورايا دي يا اساتذه هي اللي هتخليكوا تخشوا النادي هنا، وانتوا معاكوا 2 مليون دولار. اتفضل يا حاج، بالهنا والشفا. وفي ايه النهارده يا حاج؟ كل سنه وانت طيب، النهارده عاشوره. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، من يد من اعدامها؟ والعيال كمان جايين يتغدوا معانا. يا انس وينوروا، يا رب اجعل ايامنا كلها اعياد. يا رب. ايه ده يا حاج؟ ده ماتش باسكت للناس تبعي. اه يعني ايه باسكت يا حاج؟ يعني كرة سلة. اه يعني ايه سلة يا حاج؟ قوم اعمل لنا شاي يا حاج. حاضر. الجمهور ده واضح انه لبناني وممكن يفقسنا، طول الماتش نديله ظهرنا، وانتوا يا بنات طول الماتش نلعب واحنا مدينهم ظهرنا عشان ما نتفقسش. ممكن ما تتكلمش مع البنات خالص عشان المدير الفني؟ بنات طول الماتش عشان ما اعملوا زي ما قال لكم بالظبط. يا لهوي، راجل ببدله داخل علينا، شكله مهم وهيفقسنا خلاص. انا هكلمه. هو مين حضراتكم؟ ولو شو هالحكي؟ احنا المناقيش اللبنانيه، شو مفكر حالك قبضاي ولا؟ بس انتوا مش شبههم خالص. ايه هذه صوره قديمه قبل عمليه التجميل. معاك ما يثبت ان انتوا المناقيش اللبنانيه؟ ايه انت صاحبني ولا؟ ولو شو بك يا خي؟ شو بك يا زلمي؟ في ايه يا عم مالك ما تصبر؟ مش لبناني ده ريتاج. ما عم تصدقنا؟ يعني بنكون قتلناهم في البول تبعاتهم واجنا نلعب الماتش مكانهم؟ خي بني صح صح، مش عاجبك؟ بنات يلا هلا نروح ناكل شاورما من ابو حيدر ومانجا قطع يلا. طب خلاص خلاص نلعب الماتش وبعدين نشوف الورق. ايوه اظبط حالك يا بني هالشنبات الحلوات، شد من هنا يلا. طب انا نفقس يلا. الست اللي ماسكه العمود اسرع لو سمحتي. يلا يا بنات يلا نقعد نقعد كده، عايزكم دقيقه قبل الماتش لو سمحتوا لو سمحتوا ارجوكوا. اخيرا جت اللحظه اللي كلنا بنحلم بيها، احنا كل مره بنلعب عشان نخسر، دلوقتي حققوا حلمي وحلمكم، خلونا نلعب عشان نتعادل. هو ده حلمك؟ انت عمركم ما كسبتوا قبل كده؟ لا هي مره باين. يا نهار اسود مره باين. ريتاج لو سمحتي ما تكسريش مقاديفهم. كل ماتش عندنا مهم،
فعايزين نبدا الماتش ده رجاله ونلعب زوم دفاع. بقول لكم ايه، هلا صبايا هلا يلا نلعب بنات. انت بتقول ايه؟ مش هيفهموا لبناني. تصدق عندك حق. يلا اختي الدردح انت وهي انزلوا لي افرشوا لي في الملعب ده كله. يلا يا ستي اقعدي انت قاعده. بطة ايه؟ ايه؟ ايه مش هتنزلي الملعب؟ ما تستبري يا ماما، وانا شغال عندكم ولا ايه؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ انتوا شاريننا؟ يا جماعة احنا في مرحلة جس النبض. جس نبض. وايه ده كمان؟ جس نبض. طب يا بطل ايه ده؟ جس نبض. على فكرة الحامل اللي انت منزلها دي خطر جدا تلعب بالشكل ده. خطر تلعب بالشكل ده؟ مواليد سليمان لعب ماتش الترجي وهو بالشكل ده. لعب ماتش الترجي وهو حامل؟ لا وهو متحامل على نفسه على الإصابة بتاعته. يا جماعة احنا أزمتنا أزمة ثقة. نديهم الثقة هيدونا اللي احنا عايزينه. الحامل اللي مش عاجباك دي يا بيه أقسم بالله بتعمل صينية بطاطس بالفراخ ما هتاكلها في حتة. مهم نعوض نعوض نلم ونعوض. نعوض على الله. في ايه؟ هتزيلي الدنيا كده؟ بطة اثبتي نفسك، ايدك بتترعش على الكورة. بقول لك ايه ابعد عني. بعيد بعيد. ايه يا بطة يا حنش؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ هوريك نسيت نفسي ولا ايه؟ انت مين انت؟ مين انت؟ انت مش عارفة انت بتكلمني. انت مين؟ انا المدرب يا بطة. مدرب يا وشك فر علينا اقعد. طب خلاص خلاص يا بطة تعالي اقعدي ريحي وانا هنزل مكاني. لا يا حبيبتي ما عندناش بلد تنزل بالليل. طب نحب نغير لك الشبشب ده بجزمه عشان تعرفي تلعبي كويس؟ هو الشبشب تعبك في حاجه؟ لا العفو يا بطه خلاص. في ايه بالظبط؟ خلاص اتفضلي انزلي. هتقعدي تتريقي علينا؟ خلاص اتفضلي انزلي. خلاص على الله التسهيل. يلا يا بطه. البت دي زنانه مسمار، كرهتني في الاطفال. لا يا جماعه والله دي مش زنانه خالص. امال ايه اللي خلاك تجيبها؟ قعدت تزن عليا قرفت اهلي. ابلوكا والنبي ابلوكا امسكها مره. اقعدوا بقى كده. بت يا روكا امشي عدل وبطلي مياع. طب عايزه طب امسكها طب. الفلوس راحت علينا خلاص. يا رب صحيح ما يكونش فاتح التلفزيون بيتفرج على الماتش كده. مش هناخد ولا مليم. ما تحاول يا حاج بدل ما انت متعصب كده جيب لنا فيلم هندي. هندي ايه؟ استنى بس اما نشوف المسرحيه دي هتخلص على ايه. ايه ده، هي دي المسرحيه؟ ده انا كنت فاكراه ماتش تنس. حاجه قومي هاتي لي شاي. مش شاي اهو يا حاج. هاتي عاشوره. حاضر يا حاج حاضر. العيب مش في اللعيبه، العيب في الخطه. العيب في خطتي انا؟ ايوه العيب في خطتك انت. انت مدرب متكبر ومغرور. ممكن بقى زي كل الفرق نوقف جون. نوقف جون في ايه؟ نوقف جون بدل الجون اللي عماله تخش فينا زي الرز دي. اجيب منين انا بني ادم قد كده اوقفه على الحلقه يقعد يلوش لي في الكره ويصد؟ ممكن لو سمحت ما تتدخلش في خطتي خالص، حاسبني اخر الموسم، ولو هتديني تبس يبقى كرم منك يعني. Thank you.
محسن النمر؟ هو ايه اللي جابه هنا؟ مين محسن النمر ده؟ ده جوز البت سناء. هو خرج من السجن امتى؟ هو جوز البت سناء كان في السجن اصلا؟ عارف سفاح المعادي؟ يا نهار اسود، هو ده سفاح المعادي؟ يا ريت، ده اللي سفح سفاح المعادي. ساب البيت عمال يضرب ليه يا بت؟ والواد قاعد عمال يعيط وساب المواعين؟ انت عرفت منين ان انا هنا؟ ده الماتش بيزعق على هوا يا بت. خلاص يا عم محسن، معلش عندنا الحوار ده. معلش يا كابتن، انا لازم امشي دلوقتي. تمشي دلوقتي ايه؟ ده ماتش، هو لعب عيال. انت بتزعل مراته قدامي؟ الحقنا. معلش معلش يا عم محسن والنبي، معلش سيبه اخوي. يلا يا بت، يلا قدام. معلش يا كابتن، تغيير اضطراري بس. حاول. تغيير اضطراري. هننزل مين يا فخر؟ يلا زي ما احنا. يلا انت عسكفنا يا فخر العرب. دي فرصتي قد نلعب بقى والنبي. تنزلي فين واحنا في ايد الام؟ اوعى ايدك. ما تسيبها تنزل، ما هي بايظه بايظه. وبعدين يعني هننزل مين؟ انا اللي هنزل يا ابني. لا لا يا حاجه سمر، عمر بيد الله. يا جماعه الست دي خاطر تنزل تلعب. يا حاج سمر اللي مش عاجباكي دي من اصحاب الثلاث رئات. بجد والله؟ يعني زي حسام عاشور وطارق حامد كده الفتنس علي؟ لا، هي من اصحاب الثلاث رئات بجد. يلا يا سوسو، يلا يا سوسو، يلا. اوف، دي نسيت الانبوبه. مش مشكله، لابسه شنكار. حلو. على الارض، على الارض. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي.